قصة حياة السلطان صلاح الدين الأيوبي المرعبة. كان صلاح الدين الأيوبي قائدا شريفا لعالم الإسلام، قائدا ساعده الله في المعارك. كان إنسانا ذكيا جمع عالم الإسلام. كان قائدا حقق أحد أهم الانتصارات في التاريخ، وكان كابوس المسيحيين لأنه فتح القدس. في بغداد كان هناك نجارا مشهور يعيش في أواخر سنوات حياته. صنع منبرا جميلا جدا مزخرفا باللؤلؤ ومصنوعا من خشب الجوز. كل من رأى هذا المنبر كان يسحر بجماله. كان صوت هذا المنبر الجميل يصل إلى آذان الناس يوما بعد يوم. كل من ذهب إلى بغداد ذهب إلى هذا النجار وقال له: بيئ لنا هذا المنبر لناخذه إلى هذا المسجد. ولكن النجار كان يرفض دائما، يقول للجميع: هذا المنبر ملك للمسجد الأقصى. كان الناس متعجبين ويقولون: هذا المنبر جميل جدا، ولكن الصليبيون محتلين القدس. ولكن النجار كان يحفظ السر بأن هذا المنبر ينتمي إلى المسجد الأقصى. كان فنانا، وكانت هذه العملية هي الوحيدة التي يمكن أن يبدعها لبناء هذا المنبر، إلى أن يأتي شاب ليستعيد القدس ويضع هذا المنبر في مكانه. كان الحديث في كل مكان عن هذه المنبر، كان الجميع يتحدث عن جماله. سمع طفل يبلغ من العمر 7 سنوات قصة هذا المنبر، ولكن أكثر من أن يتأثر بجمال العمل، كانت توصية النجار تؤثر عليه أكثر. مرت 40 سنة ووضع هذا الشاب المنبر في مكانه في مسجد الأقصى، وكان الناس يتذكرون اسم صلاح الدين أيوبي. ولاذة الفاتح اسمه يوسف أو صلاح الدين الأيوبي، هو الاسم الذي يعرفه الجميع. ولد في مدينة بغداد عام 1138، وكان والده نجم الدين الأيوبي يخدم عماد الدين زنكي أمير السلجوق. ترعرع صلاح الدين الأيوبي تحت رعاية نور الدين زنكي الكبير بعد وفاة والده عندما كان عمره 8 سنوات. قاد نور الدين زنكي الجبهة الثانية للحرب الصليبية، استعاد أكثر من 50 مدينة من قوات الصليبيين. وبهذا الفعل حصل صلاح الدين الأيوبي على احترام من عائلة السلجوقية. تعلم صلاح الدين الأيوبي الأخلاق من نور الدين زنكي، وكان يشار إلى نور الدين باسم العادل. بعد 4 خلفاء كبار وهم خلفاء الراشدين، في يوم من الأيام كان صلاح الدين الأيوبي يتحدث على منبر الجمعة، حيث قام شاب من الحضور وقال: ماذا تقول يا صلاح الدين الأيوبي؟ بيت المقدس قد أحتل، ونحن نتحدث عن ماذا؟ هذا الشاب الذي كان يحترق في نار الحب في الجهاد توقف بشجاعة أمام صلاح الدين الأيوبي وقطع كلامه بهذا الشكل. لم يرد صلاح الدين الأيوبي عليه، وبعد إداء صلاة الجمعة انتظر صلاح الدين الأيوبي لمدة 7 سنوات حتى تحرير بيت المقدس. في يوم آخر رأى شخص صلاح الدين الأيوبي وهو متضايق، وقال له: لماذا لا تبتسم؟ لماذا لا تضحك؟ وجهك دائما متعب، يجب أن يكون المسلم دائما مبتسما. قال صلاح الدين الأيوبي إلى هذا الشخص:
الصليبيون احتلوا بيت المقدس، فكيف يمكنك أن تبتسم؟ ولكن صلاح الدين الأيوبي لم يضحك حتى تم تحرير بيت المقدس. الحرب الصليبية الأولى. في عام 1099 ميلاديا كانت الأوضاع في الشرق الأوسط معقدة للغاية، والسبب الرئيسي لمشاكل الشرق الأوسط كان بيت المقدس، لأن هذا الاعتقاد كان موجودا بأن بيت المقدس يمكن أن يصبح حاكما للعالم بأيدي أي شخص يحكمه. تحالف الصليبيون الذي حكموا حكومات في جوار البحر المتوسط في عام 1099 ميلاديا وغرروا التقدم نحو بيت المقدس. لم يتخذ الفاطميون التدابير الكافية للدفاع عن بيت المقدس، لأنهم لم يكونوا يعرفون أن هدف الصليبيين هو بيت المقدس. وبعد 8 أيام من الدفاع استسلم الفاطميون وسلموا بيت المقدس إلى الصليبيون. في يوم الجمعة 15 يناير الموافق لسنة 1099 ميلاديا هاجم الصليبيون صحن بيت المقدس، وارتكبوا مجزرة ضد المسلمين بشكل قريب. وفي رسالة إلى البابا، وعلقاء الجيش الصليبيين ريمون لنصره أرسله إلى البابا، لا يمكن نسيان هذه الجملات المروعة: إذا سألت عن ما حدث في بيت المقدس لأعدائنا، فأريدك أن تعلم أن خيولنا غطت رفوها في بحر من دماء المسلمين. تحدث ويل لورانت المورخ والكاتب في كتاب عن هذا الموضوع وقال أن النساء المسلمات قتلن، الأطفال بالرماح والسيوف، وسحب الوضعان من أحضان أمهاتهم وألغيا بهم من فوق الجدران، أو قطعوا رؤوسهم على الأعمدة وقتلوهم. نور الدين زنكي بذل أقصى جهده لاستعادة بيت المقدس، لكن فتحه لم يتحقق. توفي فجأة في عام 1174، وانطلعت البلاد في فوضى داخلية، وقام صلاح الدين الأيوبي بإعادة النظام إلى البلاد، وحصل على راية فتح بيت المقدس من نور الدين زنكي. لقد حان وقت صلاح الدين الأيوبي ليصبح كابوس الصليبيين. معركة منجيسار. كان صلاح الدين الأيوبي يخطط باستمرار لطرد الصليبيين من شرق البحر الأبيض المتوسط، حتى أن الكتاب المؤرخين في تلك الفترة يقولون أنه كلما تحدث في المجلس كان يربط حديثه بموضوع بيت المقدس. المسيحيون يضعون صليبا على قبة الصخرة. في رؤياه كان صلاح الدين الأيوبي يسمع أصوات النساء والأطفال والشباب المسلمين الذين قتلوا في 15 يناير في سنة 1099 ولم يعد يستطيع النوم. في عام 1177 قتلت قوات الصليبيين المسلمين بشكل جماعي في رملة. بعد ذلك خرج صلاح الدين الأيوبي من مصر لمواجهة الصليبيين، وعندما وصل إلى غرب الرملة فرق جيشه وأرسله إلى القرى والمدن الصغيرة محيطة بها، وأسر بعض جنود الصليبيين واستولى على الغنائم. لكن الملك بالدوين الرابع الذي حكم بيت المقدس لمدة 16 عاما تتبع جيشه. عندما وصل صلاح الدين الأيوبي وجيشه المتعب والمضطرب، وجد جيش الصليبيين يقترب فجأة، وقسمه إلى قسمين، ومع مناورة سريعة ركب جنود الصليبيين الخيل وحيطوا حول هذا القسمين من جيش صلاح الدين الأيوبي بالرماح الطويلة.
عندما انتهت الليلة قتل أكثر من 20,000 جندي من جيش صلاح الدين الأيوبي. استشهد أحد أبنائه في هذه المعركة. عندما وصلت هذه الأخبار إلى الناس خافوا، وانتشرت شائعات في مصر إن صلاح الدين الأيوبي قد قتل. عندما عاد صلاح الدين الأيوبي مع حراسه الشخصية إلى مصر احتفل الناس بعودته بالفرح. بدأ صلاح الدين الأيوبي في خوض المعارك، أصبح ممثلا للإسلام بسبب انتصاراته. زاد عدد الأيوبيين يوما بعد يوم. كان التنسيق والتهالف مشكلة كبيرة للمسلمين بعد الحرب الصليبية الأولى. نجح صلاح الدين الأيوبي في تغيير هذا الوضع، وجمع جزء كبير من المسلمين. تشكلت حكومة الأيوبيين في مصر وتوسعت حتى حلب، وسيطرت على جزء كبير من البحر الأحمر. كان معظم سكان الأيوبيين من الكرد والعرب، وكان مركز حكمهم في بلاد الشام. كانت بلاد الشام علاوة على أنها عاصمة دولة الأيوبيين هي أيضا منظمة عسكرية. كان صلاح الدين الأيوبي فخورا بانتصارات حكومته، ولكنه لم يتمكن من هزيمة مسألة أن بيت المقدس كان في أيدي المسيحيين. كانت رغبة كل حاكم في فتح بيت المقدس، وقد حاول صلاح الدين الأيوبي فتحه سابقا فكأنه لم ينجح. في الماضي قد تعرض لهزيمة قاسية في معركة جيسار ضد بالدوين الرابع منذ 10 سنوات. معركة مرج العيون. تشكل لدى صلاح الدين الأيوبي جيش جديد، وتبنى استراتيجيات جديدة ضد قوات الصليبيين. حيث كانت مصر دولة قوية في مجال الزراعة، وبالتالي تحولت حكومة مصر خلال فترة وجيزة إلى دولة قوية اقتصاديا. خلال هذا العام وقعت معركة مرج العيون بين صلاح الدين الأيوبي والصليبيين. عندما كانت قوات الصليبيين تتقدم على الشاطئ، فأومع عسكر صلاح الدين الأيوبي من قبة الجبل. فكر الصليبيون أنه من المناسب مهاجمتهم بشكل مفاجئ من الجبل، لأن جنود صلاح الدين الأيوبي كانوا يتدربون على هذا النوع من الهجمات المفاجئة. استعد جيش صلاح الدين الأيوبي بسرعة للمعركة وهاجم العدو. فاز صلاح الدين الأيوبي بالمعركة، وتقدم بسرعة فتح القرى والمدن الصغيرة التابعة للصليبيين. يوما بعد يوم كان من بينها قلعة الأعزان التي تضم قبر النبي يعقوب. لم يتمكن الصليبيون من مقاومة هجمات المسلمين غير المتوقفة، وتوصل الملك بيت المقدس وصلاح الدين الأيوبي إلى اتفاق سلام في عام 1182، وتم كتابة اتفاقية السلام بينهما، حيث تم الاتفاق على أمن الحياة والمال للمسلمين والمسيحيين. معركة حطين. في زمن السلام هاجم صلاح الدين الأيوبي بلاد الأرمن وفتح العديد من الغلاع. عندما توفي إسماعيل سنك ابن البالغ من العمر 20 عاما من زكي سمر التسمم، استولى صلاح الدين الأيوبي على مدينة حلب بن الزكي. استمرت فترة الإسكان بين المسيحيين والمسلمين لمدة 3 سنوات. عندما توفي الملك بالدوين الرابع الذي كان قد وقع هذه الاتفاقية مع المسلمين بسبب هذا الجدال، تم تجاهل الاتفاقية. كان بالدوين يعاني من مرض الجذام منذ سن 9 عام، لأنه كان الابن الوحيد للملك، وكان من المتوقع أن يتلفه على العرش في المستقبل.
تم تربيته بعناية خاصة، وتولى الحكم عند سن 13 عاما. وبعد 4 سنوات من مرضه والأبولو في سن المراهقة، بدأت بشرته في التدهور والتلف. كان الملك بالدوين الرابع يرتدي غناء على وجهه ويتنكر بملابس وقفازات لا يمكن رؤية أي جزء من جسده، وكان يعاني في تلك الفترة من مرض الجذام الذي كان يعتبر لعنة من الله. وكانت أعظم التهديدات هي صلاح الدين الأيوبي الذي رفع يده كصائد، وكان ينتظر فريسته في الفخ، كان يراقب القدس. بعد بضع سنوات من هذا الحادث، ورى صلاح الدين الأيوبي مهاجمة الصليبيين. كانت لديه نية فتح قلعة فيك، وبعد خطة استغرقت عدة أيام هاجم صلاح الدين، ولكن ثور هذا الهجوم وصل إلى بالدوين بسرعة كبيرة. وكان بالدوين يبلغ من العمر 24 عاما، وكان مرضه قد تفاقم بشكل كبير. كانت حالته خطيرة لدرجة أن عيناه لم تعد ترى، ولم يكن بإمكانه ركوب حصانه لأنه لم يكن قادرا على الإمساك بأي شيء. لذلك كان الجنود يحملونه على سرير عندما كان يذهب إلى قلعة كريك. عندما علم صلاح الدين الأيوبي بأن كريك انتظرت المساعدة، قام بالانسحاب والتراجع. كانت هذه الرحلة هي الستارة الأخيرة من المشهد التاريخي. وكانت حالة الملك بالدوين المصاب بالجذام سيئة للغاية. وبعد هذه الحملة العسكرية تفاقم مرض بالدوين بشكل كبير. توفي في سن 24 عاما بسبب مرض الجذام. بعد رحيل بالدوين الرابع، تولى ابن اخته بالدوين الخامس الحكم. وكان هذا الوضع يجعل صلاح الدين الأيوبي سعيدا جدا، ولأنه كان يخطط بشكل جيد فتح القدس بعد 3 سنوات. خطة صلاح الدين الكبرى. أعلن بالدوين الخامس إلغاء اتفاقية السلام بين المسلمين وبالدوين الرابع، وسمح بحرق ثروات المسلمين وغراهم من خلال هجوم قوات الصليبيين على غافلة المسلمين الكبيرة التي كانت في طريقة العودة من الحج، حيث قام أمير كريك بقتل الحجاج ونهب ثرواتهم. ويسأل ويقول: أين محمدكم أيها المسلمون؟ استنصروه لينجيكم. وكان هذا الفعل يخالف اتفاقية السلام بين المسلمين والصليبيين. كان صلاح الدين الأيوبي غاضبا جدا من هذا الفعل، وقسم بأنه يقتل أمير كريك بيده، وعلن استعداده لفتح القدس. التطوعيون المسلمون من مصر وسوريا وجميع دول العرب والمسلمين انضموا إلى جيش صلاح الدين الأيوبي لتحرير القدس. كما سمعت القوات الصليبية هذا الخبر، اعتقدوا أنهم سيدافعون على القدس ضد الجيش الإسلامي، لكن الملك الجديد قرر الذهاب إلى الحرب مع جيش صلاح الدين الأيوبي بدلا عن الدفاع عن المدينة. استخدم صلاح الدين التكتيكات بشكل جيد، وأن قادته مظفر الدين قفري بالبحث عن آبار الماء في بحيرة قفرية. وبعد عدة أشهر من تنفيذ هذه المهمة، هاجم جيش صلاح الدين قلعة طبرية وفتحها في يوم واحد. هذه الطريقة فقدت القوات الصليبية واضطرت للقتال في مواجهة جيش صلاح الدين الأيوبي. خطة صلاح الدين الأيوبي تدخل في عملها، وكان هو فقط من يعرف قواعد اللعبة، كان الجميع يتبعون قوانينه. وبهذه الطريقة جعل صلاح الدين الأيوبي قوات الصليبيين قرب بحيرة الطبرية، حيث كان يريد أن يجبرهم على القتال. وانتظر في مدخل قرية حطين الصليبيين.
قام جيش صلاح الدين الأيوبي قبل عدة أشهر بملء آبار الماء التي اكتشفوها بالرمال والحصى. وعندما ذهبت مواة الصليبيين للبحث عن الماء، رأوا أن الآبار تتم ملؤها بالرمال والحصى، ولم يستطعوا الانسحاب لأنهم كانوا يعرفون أنهم لا يستطيعون الانسحاب. وبسبب حرارة الجو، الدروع الطويلة ونقص الماء، كانت قوات الصليبيين تفقد تدريجيا قوتها وتضعف. في النهاية في الليل، قرر جيش الصليبيين الانسحاب إلى مكان هادئ. عندما كان الليل هادئا وكانوا يستعدون للنوم، ظهرت السهام المدببة مثل السفير كسرت سمت الليل. هنا كانت وقت الانتظار للحرب. وشروق الشمس كان يضحك. كان نهر الأردن يتدفق خلف صلاح الدين الأيوبي. حين مصدر الماء وقوات الصليبيين كان الأيوبيون. حسب أحد الروايات، كان عدد جنود الصليبيين 50,000. حسب رواية أخرى 63,000. كان على قوات الصليبيين المرور عبر جيش صلاح الدين الأيوبي للوصول إلى الماء. كان الجنود الصليبيون الذين مضوا ليلتهم عطاشا يحاول بسرعة أن يهاجم جيش صلاح الدين الأيوبي، ولكن المسلمين طردوهم. في اليوم الثاني بدأ جنود الصليبيين يشعرون بالتعب مرة أخرى، وحاولوا مهاجمة جيش صلاح الدين الأيوبي مرة أخرى، ولكنهم تم طردهم مرة أخرى. في النهاية، عندما شعر جنود الصليبيين بالتعب، أمر صلاح الدين الأيوبي جميع قواته بالهجوم. وقام المسلمون بسرعة بالتحاصر فوق جنود الصليبيين المتعبين، وأخذوا أكثر من 30,000 منهم كأسرى. وكان كنت فريق قائد بيت المقدس، والذي أزدر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من بين الأسرى. في الإسلام، تقديم الماء بمعنى العفو والتسامح. وقدم صلاح الدين الأيوبي كأسا ماء لعدوه العطشان، وشرب من بيت المقدس جرعة من الماء، ووضع الكأس أمام الأمير الكريم. قطع صلاح الدين الأيوبي شفرته بينها والرجلين، لأن الوقت قد حان، وحان وقت الانتظار للأمة الإسلامية. بضربة واحدة من سيفه قطع رأس الأمير كريك، وجرد الآخرون من أسلحتهم، وربطوا بالسلاسل، وتم تصفيتهم. ثم أمر صلاح الدين الأيوبي بقتل جميع الفرسان. تم ربط الأسرى بقيودهم وخذوهم إلى الشام. ثم ذهب صلاح الدين الأيوبي إلى زيارة نبي الله شعيب في فلسطين، ودعا هنا. بعد هذا الانتصار، استولى جيش صلاح الدين الأيوبي على عكا ويافا ونابلس وبيروت وأشكلون. لم يكن لدى الصليبيين جيش جيد للدفاع عن بيت المقدس. في معركة حطين، هزم صلاح الدين الأيوبي قوات الصليبيين ودفعهم إلى الهروب. عندما سمع المسلمون عن خطط صلاح الدين الأيوبي لاستعادة بيت المقدس، تسابقوا للانضمام إلى جيشه. في النهاية، وصل جيش صلاح الدين الأيوبي إلى بيت المقدس، وبدأوا في حصارها والأنظار على الصندان الموجودة على الجدران. وكان هناك صليب كبير على قبة الصخرة، مما يزيد حماسة المسلمين. بدأت المنجنيقات تضرب أسوار القدس. وعندما أتى خبر إلى صلاح الدين الأيوبي بضحك الأسوار الشمالية الشرقية، أمر المنجنيقات بضرب الأسوار الشمالية الشرقية. ثم أمر بتوجيه المنجنيقات نحو الجدران الشمالية الشرقية، لأنها كانت أكثر ضعفا. بعد أن تحطمت جدران بعض الأجزاء، خرج الفرسان من خلفها، ولكن المسلمين حاصروهم وأخذوهم كأسرى.
طلب السليميون الاستسلام والحصول على حماية من صلاح الدين الأيوبي، لكن صلاح الدين الأيوبي رفض طلبهم وقال لهم أنه سيفتح بيت المقدس بالطريق نفسها التي احتلوا بها المدينة. عندما احتليتم بيت المقدس وقتلتم جميع المسلمين، وأنا لن أرحم أي مسيحي في بيت المقدس. بعد هذه الكلمات لصلاح الدين الأيوبي، قالت قوات الصليبيين: إذ لم تعطونا الأمان فسنتراجع ونقتل جميع الأسرى الذين أخذناهم. كان لدى الصليبيين حوالي 4000 أسرى مسلمين في بيت المقدس. سنقتل النساء والأطفال وندمر منازلنا وأماكننا الجميلة ونحرق ما لدينا من أشياء وأموال. سنحرق قبة الصخرة وكل شيء يأتي في طريقنا. بعد ذلك سنقاتل معكم وسنقتل بأنفسنا. لم يعد لدينا خير في الحياة بعد ذلك. لا يمكن لأحد منا البقاء على قيد الحياة إذ لم يقتل أحدهم منكم. لن يكون لدينا أي انتظارات جيدة بعد ذلك. بعد سماع هذه الكلمات، أعلن السلطان صلاح الدين الأيوبي موافقته بالصلح ويعتذر عن اعتقاداته السابقة، ولكنه يضيف بعض الشروط: يطالب كل رجل بعشرة قطع من الذهب، وكل أمرة بخمسة قطع، كل طفل 2 قطعة، ويطالب بالفدية. من لم يدفع فديته سيصبح أسيرا للمسلمين. ستصبح المحاصيل الزراعية والأسلحة المنتجة والممتلكات التي يملكها الصليبيون ملكا للمسلمين. سيتمكن الصليبيون من الوصول إلى منطقة آمنة وهي مدينة صور. سيكون لديهم 40 يوما لدفع فدية أنفسهم، وإلا سيصبحون أسرى. تحت هذه الشروط يصبح عدد الأسرى من النساء والرجال والأطفال 16,000. يدخل صلاح الدين الأيوبي والمسلمون المدينة قبل يوم الجمعة. وعندما يدخلون المدينة في يوم الجمعة لأول مرة، يطردون الرهبان والخنازير من المسجد الأقصى وينظفونه. كان فرسان المعبد قد قاموا بإنشاء غرف لأنفسهم في الجزء الغربي من المحراب، وحولوا المحراب إلى مخزن لأنفسهم. يتم تنظيف كل هذا ويعود إلى حالته الإسلامية السابقة. يتم تنظيف قبة الصخرة بالماء، وبعد ذلك يرش عليه الورد والعطر. يتم إزالة صليب المسيح ويتم وضع هلال مكانه، ويتم نقل المنبر الذي صنع بأمر السلطان نور الدين زنكي لبيت المقدس. كان نور الدين زنكي ينقب في فات بيت المقدس بنفسه، لكن هذا الفات تم بواسطة أحد أتباعه بعد وفاته على يد صلاح الدين الأيوبي. يتم وضع المنبر في الجزء الخلفي من المحراب. يتم توسيع السجاد وتعلق الشموع، ويتم ترتيب السجاد في الصفوف. يتم الصلاة والدعاء والتضرع إلى الله يأتي النور والسكينة والسعادة. تختفي الشدائد والآلام، ويرفع الصوت في العبادة إلى السماء، وينزل البركة وتحل المشاكل. يتم قراءة الصلوات ويقول المؤذنون الله أكبر، واسمة الكهنة. تزول الفوضى والإفراط، تأتي السعادة ويذهب الحزن. ويتم أقامة عبادة الله الواحد الأحد دون زيادة أو نقصان، حيث أن كل شيء بحاجة إلى الله ولكنه لا يحتاج إلى أحد. وفاة صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي بسبب فتح بيت المقدس يعد من أحد أشهر أبطال الإسلام، ويعرف بلقب الفاتح. وقد كان يتمتع بثقافة وعلم قوية وشاملة، وإذا وعد بشيء فإنه يفعل ذلك بأي ثمن. وكان يحب العفو والتسامح.
صلاح الدين الأيوبي كان قائدا عظيما حمى صدره من الصليبيين، وعندما كان في آخر أيام في سنين الموت في عام 1193 طلب من أتباعه جلب عصا طويلة له. وعلى الرغم من عدم فهمهم لمعنى هذا الطلب، لأنهم جلبوا له عصا طويلة كبيرة. صلاح الدين الأيوبي الذي سبق كان واقفا ضد الصليبيين في الماضي، استخرج يده بالقوة من تحت لحافة وإشار إلى خزانة في زاوية غرفة قائلا: الكفن موجود داخل هذه الخزانة، احضروه وضعوه على هذه العصا. ووضع أتباع الكفن على العصا بدهشة وآثار. وعندما شاهد البطل العظيم كفنه يتحرك على العصا قام بوصية أخرى قائلا: الآن أخذوا هذه العصا وانتشروا في جميع شوارع المدينة وأخبروا كل من تقابلوه إن غائدنا سلطان صلاح الدين يريد ترك كل ثرواته وأمواله في هذه العالم والذهاب إلى الآخرة، وأنه لن يأخذ معه أي شيء سوى هذا الكف الذي يتم نوضعه على هذه العصا. توفي صلاح الدين الأيوبي في 4 مارس 1193 في الشام، وقام المسلمون بختم قراءة القرآن في يوم وفاته، ودعوا للقائد العزيز الذي لم يأخذ معه من هذا العالم سوى هذا الكف، وانهمروا بالدموع. شكرا لكم على متابعتكم لهذا الفيديو، أسأل الله أن يحفظكم.